البرسيم أحد أهم المحاصيل الشتوية في مصر، حيث يقبل على زراعته الفلاح المصري لا لقدرته على زيادة خصوبة التربة وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية والحيوية وحسب، بل لأنه يعتمد عليه بشكل أساسي في تغذية الحيوانات. البرسيم المصري، بدون البرسيم المصري لا توجد ثروة حيوانية. إذا لو أجي أقول الأهمية الاقتصادية للبرسيم، فبدون برسيم مصري مفيش ثروة حيوانية موجودة في مصر. بيمثل العمود الفقري للأعلاف في جمهورية مصر العربية. هل هي دي الفايدة الوحيدة للبرسيم، إن هو غذاء للحيوان وغذاء رخيص ومفيد؟ له فوائد أخرى عديدة. من أهم هذه الفوائد خصوبة التربة. فالبرسيم المصري بدونه تنحدر جودة الأرض المصرية، فيطلق عليه هرم الزراعة المصرية التي يبنى عليها الزراعة المصرية، لأن هو بيسيب لي كمية من النيتروجين في التربة تصل إلى حوالي 40 كيلو جرام نيتروجين للفدان، بالإضافة للمادة العضوية المهمة جدا بالنسبة للأرض اللي بيتبني عليها المحاصيل بعد كده. البرسيم له أهميات أخرى مثل إنتاج العسل. يعني بدون برسيم مصري بقى عندي نسبة العسل أو العسل النوارة مفيش. البرسيم بيقوم لي الحشايش، فأنا عندي مثلا حشيشة زي الزمير في القمح، أنا بقدر أقومها لو أنا زرعت البرسيم سنتين، مع تكرار الحش بيقوم لي معظم الحشايش اللي موجودة في المحاصيل الأخرى. البرسيم له عديد من الفوائد، ومن ضمنها أيضا إنتاج البذرة. وهنا في مصر حسب الظروف البيئية الملائمة للبرسيم، فأنا بنتج إنتاج عالي من تأول برسيم، ومن أهم المحاصيل اللي تم تصديرها بذور البرسيم المصري. لو جينا نقول إن البرسيم فيه خلاف بينه وبين القمح كمحصولين شتويين، هذا كلام خاطئ. بالعكس، فالبرسيم مفيد جدا أو مهم للقمح، لأن أنا لو نيجي نشوف إن القمح بمقولة أساتذة القمح، إن أنا ما ينفعش أزرع القمح سنة ورا التانية، فلازم ما أزرعش أكتر من نص المساحة الموجودة عندي في الأعلاف في المحاصيل الشتوية بالقمح. فأنا بزرع البرسيم نص المساحة برسيم، والسنة الجاية بيتزرع مكان البرسيم ده قمح، وبالتالي بيحافظ لي على إنتاجية القمح وجودة الأرض. فهنا البرسيم المصري محصول هام للغاية بالنسبة للمزارع المصري، لأن المزارع المصري مش محدد بدورة زراعية. إذا ما زرعش برسيم هيأكل الحيوان بتاعه منين؟ والحيوان هو عائد اقتصادي مهم جدا بالنسبة للمزارع المصري، فأنا لازم إن هو يزرع مساحة من البرسيم عشان يأكل الحيوانات بتاعته. لو نيجي نشوف حتى بالنسبة لثمن البرسيم، الإيراد تقريبا بيصل أحيانا من 80 ل 100 جنيه، يعني ممكن في 4 حشات أو 5 حشات يتعدى العائد المالي بتاعه لأكثر من 5-6 آلاف جنيه. وبدون أي عمليات زراعية البرسيم محصول منعدم المعاملات والعمليات الزراعية، لا فيه لا رش مبيدات ولا فيه لا خف ولا عزيء ولا كل الحاجات الموجودة في المحاصيل الأخرى مش موجودة في البرسيم المصري، غير مجرد التقاوي وشوية المية، وبعد كده أنا بحش البرسيم المصري. تعتبر أفضل الظروف الجوية الملائمة لزراعة البرسيم تلك التي تتراوح درجة الحرارة فيها من 18 إلى 25 درجة، وهي الدرجة المثلى للنمو والإنبات، وتنجح زراعته في جميع أنواع الأراضي التي يمكنها الاحتفاظ بالرطوبة. لو هنتكلم على بعض العمليات الزراعية الهامة بالنسبة للبرسيم المصري، فهي أول طريقة اللي هي طريقة الزراعة أو طرق الزراعة بالنسبة للبرسيم المصري. الطريقة الشائعة والمعروفة لدى معظم المزارعين هي بدار على اللمعة. يعني ايه بدار على اللمعة؟ يعني الفلاح بينزل كمية مية في الأرض توصل لحوالي 15 سنتي في الأرض تقريبا، ويبتدي يبدر البرسيم بتاعه. في حالة هذه الحالة ممكن بستخدمها في أرض الرز إذا ما كنتش هاخدم، فبيعمل الطريقة دي. إنما في أحيانا مثلا ورا الذرة فلازم يتم خدمة الأرض. وملحوظة هامة جدا، إن يجب إضافة السماد الفوسفاتي عند الخدمة. يعني غالبية المزارعين بيحطوا السوبر فوسفات بعد
الزراعة وعند رية المحياة أو رية الغزيل زي ما بيسموها، ده بيقلل الاستفادة من الفوسفور، والسماد الرئيسي للبرسيم المصري هو الفوسفور. فيجب عند إجراء عمليات الخدمة لزراعة البرسيم المصري إضافة سماد الفوسفاتي. بعد ما بيتم الموضوع ده بنزل المية بتاعتي. في طريقتين بقى بالنسبة للمزارع، إما أنه هو ينقع التقاوي بتاعته 5-6 ساعات، وده نسبة كبيرة من المزارعين بيعملوها، أو النسبة التانية أن أنا لو فرض أن أنا ما نقعتش التقاوي بتاعتي، يبقى يجب أن أنا أعمل حاجة اسمها التنميش، عبارة عن حفانين مية كده على شكارة التقاوي أو 20 كيلو اللي أنا هزرع بيهم، وقلب التقاوي ديت بحيث أنها بيسموها إيه؟ ننمشها، ننمش التقاوي. البعض يقول لك هي عشان تتقل، لا، الحفان ده مش هيتقل التقاوي، ولكن هو بيعمل نوع من حسن توزيع التقاوي في التقاوي البرسيم في المساحه اللي انا هزرعها. من الحاجات المهمه جدا ان انا لما اجي ازرع البرسيم يفضل ان انا ازرعه في اتجاهين، يعني من الحاجات اللي مش كويسه ان معظم المزارعين بيزرع في اتجاه واحد، بضاف في اتجاه واحد، ولذلك بجد ان في بعض البقع الفاضيه من الارض. طيب المعدل التقاوي كام؟ لما يكون عندي ارض رز، يعني هزرع ورا رز، بزود المعدل شويه عشان البواقي بتاع الرز الموجوده في الارض، بخليه 24 كيلو الفدان. لو انا هزرع ارض ورا ذره او اي محصول خضار او اي محصول اخر، يكفي 20 كيلو جرام للفدان. الزيادات اللي اكتر من كده لها تاثير مش كويس بالنسبه للبرسيم، لانها هيخلي لي التقاوي بتاعتي النبات رفيع، ورقه رفيع، وممكن يحصل البرسيم ده يحرق نتيجة الرطوبة والشبورة والكلام ده ممكن. ولكن فعلا أحيانا المزارع بيضطر لهذا الموضوع، اللي بيزود التقاوي بتاعته عشان يأكل بسرعة، لو عنده حيوان والد ولا حاجة فتقل التقاوي يخليه يأكل بسرعة. ولكن مخاطر هذا إن القيمة الغذائية للبرسيم قليلة جدا، لأنه كله مية، لو اتأخرت عليه هيحصل لي إن الكرسي إن البرسيم ده هيحرق، وفعلا البرسيم هيجي بسرعة زي ما هو قال. ولكن في طرق أخرى، إزاي يعني أخلي البرسيم يجيني بسرعة؟ أنا ممكن أزرع عليه برسيم فحل، يعني 20 كيلو برسيم بلدي معهم 5 كيلو فحل، والأفضل إن أنا أحط 10 كيلو شعير مثلا، لو عندي شعير أو قمح أو أي محصول نجيلي بحطه مع البرسيم وأبدره، هيخلي لي البرسيم يجيني بدري، وليه فايدة مهمة جدا اللي هو المخلوط، لأن البرسيم عندنا القيمة الغذائية بتاعته عالية، الرطوبة بتاعته عالية، البروتين بتاعه عالي، فلما أجي أكل الحيوان بياكل بروتين عالي قوي والمية فيه عالية، لما أحط معاه نبات نجيلي ده هيحسن لي القيمة الغذائية للبرسيم، ويخلي الحيوان ما يحصلوش لا نفاخ ولا إسهال، وهيدي لي كمية لبن كويس. بعض المزارعين زي ما احنا شايفين بيزرع مثلا حاجة زي الليفت، ولكن ده بزرعه أساسا عشان الاستخدام الشخصي، زي ما احنا شايفين ان هو حاطط مجمعه هو عشان الاستخدام الشخصي او يبيعه، ولكن احيانا برضو الورق بتاع الليفت دوت فيه ماده الكبريت، والماده دي كويسه جدا، وخصوصا لان هغذي على اغنام او مشاكل، فهي مفيد الكبريت جدا بالنسبه لهم يعني، ولكن هو برضو الى حد ما بيقلل لي نسبه الرطوبه اللي موجوده. ولكن الافضل ان انا استخدم نباتات نجيليه زي الشعير، وده جميع دول العالم ما بيستخدموش البرسيم ده لوحده، لازم عليه، لان البرسيم عباره عن ماده بروتينيه عاليه، الحيوان محتاج ماده بروتينيه وماده كربوهيدراتيه، ماده للطاقه. بعض المزارعين من الذكاء بتاعه ان هو بيستخدم بدل ما يحرق القش والكلام ده، فبيشيل القش بتاعه في المكان اللي بياكل فيه الحيوان عشان يخلط شويه قش على البرسيم، وخصوصا في الحشه الاولى، وبالتالي ان الحيوان بتاعه ما يحصلوش لا اسهال ولا نفاخ، لان نسبة الرطوبة في الحشة الاولى في البرسيم بتكون عالية جدا. اما في بعض المناطق اللي هي بتزود معدلات اللي هي المناطق المالحة، يعني لو نشوف مناطق زي كفر الشيخ مثلا او مناطق في دمياط اللي فيها نسبة ملوحة عالية، انا فعلا بقدر ازود المعدل التقاوي بتاعي بيصل ل 30 كيلو عشان نسبة الملوحة الموجودة، او مثلا في مناطق زي النوبارية، المناطق الجيرية برضو انا بزود المعدل التقاوي بتاعتي، او في الاراضي الرمليه برضو بزود، او في النجب في الصعيد في عندهم حاجه موجوده او رمله حمراء او حاجه زي كده، بضطر ان ازود التقاوي شويه عشان نسبه الانبات او الكثافه النباتيه اللي عندي تبقى مناسبه بالنسبه للمحصول الناتج. بالنسبه للاصناف اللي عندي،
طبعا الصنف الشائع اللي موجود كله ده الصنف المسقاوي او يسموه البلدي. بس انا عاوز اقول حاجه، ان في فرق بين نوعين من البرسيم. في برسيم متعدد الحشات اللي هو بيديني اكتر من حشه، 4-5 حشات في السنه، وفي برسيم تاني بيديني حشه واحده اللي هو بيسموه البرسيم الفحل. ودي من الحاجات المهمه جدا البرسيم الفحل ده، لانه بيتحمل درجات حراره عاليه شويه، وبالتالي انا بستخدمه في المساحات المنزرعه رز مبكر. انا بزرع الرز الفحل البرسيم الفحل ده في مساحات الرز المبكر، منطقه كفر الشيخ والدقهليه والبحيره ودمياط والغربيه، بيزرعوا مساحات كبيره جدا من الاصناف الرز المبكره. فبين محصول الرز المبكر وبين زراعه القمح، لو هيزرع قمح مده كبيره جدا تصل لثلاث شهور، انا بدل ما اسيب الارض بايره، وده خطا بالنسبه للارض، او زي ما احنا جايين وشايفين زارعين ناس ابتدت تزرع قمح زراعات مبكره في اوائل 11 ومن اواخر 10، هذا كلام خطا جدا ويقلل انتاجيه القمح. اما اجي ازرع المزارع برسيم فحل، انا بغير الارض بعد الرز، بحسنها عشان ازرع القمح، وبالتالي بيزود لي انتاج القمح ما يقرب من اردبين، ما بستخدمش مبيدات حشايش، وبقلل كميه السماد، وفي نفس الوقت الفلاح بيستفيد ب 20 طن من البرسيم الفحل. ده البرسيم الفحل. البرسيم الاخرى بقى اللي هي متعدده الحشات، المعروف لدى المزارع هو البرسيم البلدي او المسقاوي. انما عندي اصناف انتجتها وزاره الزراعه، مركز البحوث الزراعيه، اللي هو اهمهم الصنف هلالي. الصنف هلالي ده بيجود على جميع مستويات الجمهوريه، بيتحمل قدر من الملوحه، بيتحمل الى حد ما الحمول. انتاجيته عاليه جدا، بيصل في بعض المناطق ل 50-60 طن. في عندي صنف تاني اللي هو سير واحد، ده يصلح للاراضي المالحه، الاراضي اللي فيها نسبه ملوحه، عند الصنف اللي يتحمل مثل هذه الاراضي. عند الصنف سخ 4، ده انتاجه عالي من التقاوي، والورقه بتاعته يعني احنا هنشوف البرسيم كل الورق بتاعه ثلاثي 3 ورقات. الصنف سخ 4 الورقه بتاعته خماسيه في 5 ورقات، فالقيمه الغذائيه بتاعته اعلى. في عندي صنف تاني جميزة 1 ويجود في منطقة وسط الدلتا، وعندي صنف جيزة 6 بيصلح لوجه قبلي. الاصناف دي موجودة لدى مركز البحوث الزراعية، ولكن الكميات اللي موجودة لا تكفي مساحات كبيرة، واحنا بنحاول قدر الاستطاعة عشان النهوض بمحصول البرسيم ان انا ازود كمية تقاوي البرسيم من الاصناف المتميزة لتوزيعها لدى المزارعين. للحصول على أعلى محصول من البرسيم يفضل الحش عندما يصل ارتفاع النبات من 40-50 سنتيمترا، كما أن حش النباتات يجب أن يكون على ارتفاع 5-7 سنتيمترات من سطح الأرض ليعطي أكبر عدد من الفروع، مع ملاحظة أن الحش الجائر يقلل المحصول الخضري بمقدار 7-8 أطنان، وذلك أثناء موسم النمو. أول حاجة الترقيع، ودي نقطة غاية في الأهمية بالنسبة للمزارعين، لأن زي ما قلنا في عملية البدار الغالبية العظمى بيبدر في اتجاه واحد، وده نوع من الخطأ، لأن أنا البرسيم هيبقى عندي مش كله مش موصل مع بعضه، في بعض مناطق هتبقى فاضية. للأسف الشديد إن المزارع بيعتبر الجزء الفاضي ده يقول لك إنه هيملى بعد كده. أنا عاوزين نقول إنه هو هيملى من ناحية النظرية، يعني انا البرسيم لما هيكبر شويه هيغطي على الحتت البايره من الارض اللي ما نزلهاش تقاوي، ولكن هتبان لما هاجي اخد الحشه الاولى وكذلك الحشه الثانيه وما الى ذلك. اذا انا معظم المزارعين لو انا اجمع عنده المساحات، وخصوصا لما تكون مساحه كبيره فدان فاكثر، هلاقي ان عنده اراط واراطين فاضيين. ادي احد الاسباب اللي تقلل الانتاجيه. ما انا عندي متوسط انتاج الجمهوريه كام؟ 28 طن. انا في الجهه البحثيه انا بوصل لغايه 60 طن، ففرق كبير جدا بيني وبين الايه، في مزارعين كويسين بيجيبوا 40-45 طن، ولكن لسه الفرق كبير جدا. العمليات الزراعيه احد العمليات المهمه جدا اللي ممكن تزود الانتاج. اول واحده فيهم عمليه البدار، وزي ما قلنا البدار او التقاوي لازم اختار تقاوي سليمه، خاليه من الحمول وخاليه من السريس، وتكون تقاوي جديده، ما تكونش تقاوي فيها نسبة خضار، لأن دي بتبقى تقاوي
رز عاوز يزرع من المشتل بتاعه بدري وبيشيل تقويه بدري، فالفلاح يبقى شاطر كده، هو بيشتري بياخد التقوي بتاعته، لا فيها حمول ولا فيها سريس ولا يكون فيها نطبه خضراء. دي نقطة مهمة جدا. الحاجة التانية زي ما قلنا بدر الأرض خلاص، ولكن بعد هو قبل رية الغسيل يبص على الأرض بتاعته هيلاقي فيه بعض البقع الفاضية. قبل ما ينزل المية بتاعته بيشوف مثلا كيلو 2 كيلو على قد المساحة اللي هي خالية، ويبتدي ينقع التقاوي بتاع دي عشان تمشي بسرعة، ويبتدي يخربش الحتت اللي هي ايه خالية، ولو فيها عفش ولا حاجة بيشيلها ويخربشها ويبدرها بالتقاوي الايه اللي هي منقوعة 5 6 ساعات في المية وينزل المية بتاعته. اذا كده انا ضمنت ان الارض بتاعتي بالكامل مليانة بنبات البرسيم، وبالتالي يديني انتاجية ايه كويسة. ده موضوع الترقيع. النقطة التانية التسميد. احنا قلنا التسميد الرئيسي للبرسيم حتى في الجمعية، لما يروح الجمعية ملهاش الا السوبر. يعني البرسيم المعدل الرسمي او السماد الرسمي ليه هو السوبر فوسفات. اديله 150 لو هاخد حش، يعني 3 شكاير لو انا هحش بس، ولو هربي تقوى زود كمان شكاير يبقى 4 شكاير سوبر 15.5%. افضل حاجة احط السوبر يا اخوانا مش للبرسيم بس، لجميع المحاصيل في الخدمة، في الخدمة، لان ده من العناصر بطيئة التحرك. فانا لو انا بدرته على الوش كده زي الفلاح ما بيعمل بعد الزراعة، البرسيم نسبة الاستفادة من السوبر دي قليلة جدا. واحنا قلنا ان السوبر مهم جدا لمين؟ للبرسيم. تمام؟ يبقى انا لو هخدم الارض بتاعتي لازم احط لها السوبر. بعض المزارعين لما بيجي يزرع الزرع بيحط السوبر في اخر راية للرز عشان يفيد البرسيم بتاعه صح. لو فورد بقى ابتدى عندي يظهر بعض احمرار وحاجات زي كده مشاكل في البرسيم بسبب السوبر لان انا بدرته بعدين، يبقى باخد 2 كيلو سوبر وانقعه في المية لمدة يوم، واخد الرايق بتاعه وارشه بالمطور على فدان البرسيم يحسن لي شوية من الايه من البرسيم. في بعض الناس بتحط نطرات، احنا مجازا بنقول جرعه منشطه. الجرعه المنشطه ديت لما كنا الزرع متاخر وابتدى الجو يبرد عندي ابتدي احط الجرعه المنشطه، لان البرسيم بيعمل الاكل بتاعه في عقد بكتيريه كده على الجذر بتعمل. لو انا عاوز بقى احسن شويه من الكلام ده اضيف ايه عقدين، لان العقد البكتيريه اللي في الارض ديت بقى لها سنين وسنين فابتدت تضعف نتيجة المعاملات اللي أنا بستخدمها والحريق واللي وحرق الرز وكل الكلام الفاضل اللي بعمله ده أصلي على العقد البكتيرية. فبدل ما أحط سماد أحط كيسين عقدين للبرسيم أنشط سلالة البكتيريا اللي موجودة البرسيم دي، النتائج عالية جدا. لو أنا عاوز وبالضرورة أن أنا أحط سماد يبقى بلاش إضافة أرضية لأن ده غلط، بحط برضو 2 ل3 كيلو يوريا بدوبها في المية، وممكن الكلام ده اعمله مع بعض مع السوبر مع اليوريا وانقعهم في مية وتاني يوم برش، بس يكون المجموع الخضر يشيل، يعني الورق عندي يشيل الرش، يعني نبات عمره مثلا 20 يوم ولا حاجة، وابتدي ارش الايه المحصول بتاعي، يقوم التغذية عن طريق التغذية الايه الورقي. لو انا عاوز اطلع تقاوي كويسة يبقى باجي بعد اخر حشه بحط شكاره ايه سلفات بوتاسيوم، ده يزود لي كميه التقاوي ويزود لي حجم البذره، وبالتالي الانتاج بتاعي يبقى ايه كتير. لو فرض حد عاوز عن السلفات البوتاسيوم من الاسمده الغاليه شويه. الري زي ما قلنا الري البرسيم من المحاصيل المحبه للميه، يعني غير الفول وغير بس عندي حاجه ثانيه اخد بالي منها، ان البرسيم الفحل مش بيحب المي. يعني البرسيم الفحل ممكن على رية بعد الزراعة رية او 2 بكتير، او لو في شدة تقيل خلاص مش محتاج مية. انما البرسيم المسقاوي عشان انا بحشه فعشان يديني انتاج عالي لازم بديه بين الحشة والحشة ريتين، واحدة بعد الحشة على طول والتانية بعد 15 يوم، بس ما خليش المية تقف في الارض. ده يساعد على احد العوامل اللي بتديني انتاجية عالية جدا من البرسيم. ولكن بيجود البرسيم ايضا في
المناطق الجديدة في، يعني شفنا هناك في العريش والإسماعيلية والمناطق الرملية ديت، وبيستخدم ري بالتنقيط وري بالرش، وبرسيم جايب نتائج هايلة هناك بالنسبة للأراضي دي. بس طبعا ايه الدورة يعني تقريبا يوم ويوم أو كل يوم حسب الظروف الجوية يعني. فالمية من العوامل المهمة جدا بالنسبة للبرسيم عشان زيادة الإنتاجية، لأن إنتاج البرسيم ده عامل مهم جدا. الأخطاء الشائعة لدى السادة المزارعين، وإزاي نتلافى هذه الأخطاء، وذلك بغرض زيادة الإنتاجية وتحسين المادة العلفية الناتجة لتغذية الحيوان. فلو جينا مسكنا من البداية زي ما قلنا التسميد، إن معظم المزارعين بيسمد عند راية المحايا، وقلنا ده هذا خطأ، وقلنا البرسيم الغذاء بتاعه السوبر، فلازم أسمد السوبر في الخدمة. الحاجة التانية من الأخطاء إن معدل التقاوي عندي، معظم المزارعين بيستخدم معدلات عالية، وزي ما شايفين في بعض المزارعين بتجد إن البرسيم فعلا رفيع ومسرول، وده بيدي قيمة غذائية منخفضة بالنسبة للحيوان، لأن الحيوان طب هيجيب اللحم واللبن منين؟ ما كانش ياكل حاجة فيها قيمة غذائية مش هيجيب، تمام؟ يبقى هنا قلنا معدل التقاوي. الحاجة الثالثة البدار نفسه بيبدر برضو بسرعة، وعنده يعني آراء غريبة، يقولك أنا ببدر بالحباية على أصباعي، هذا الكلام مش صحيح. لازم نبدر طريقة صحيحة باتجاهين عشان أخلي الأرض بتاعتي كلها طلع سوى واحد في البرسيم. برسيم يا إما أنقعه يا إما نمشه، ما ينفعش أزرع برسيم ناشف مرة واحدة، لأن هيعمل لي زي بقع تقيلة في الأرض، والفلاح يعرف الكلام اللي بقوله ده. الحاجة التانية التسميد الأزوت الزيادة، هذا خطأ، كلام خطأ. أنا عاوز أكل، إحنا دلوقتي بنزهق من أكل الذرة عشان الكيماوي والياما، فإحنا عاوزين نخلي الحيوان ياكل حاجة طبيعية، بلاش السماد، حط له عقادين أو رش 2 كيلو يوريا مية بالمطور على مساحة الفدان، يديك نفس النتائج، وبلاش الإضافة الأرضية، لأن الإضافة الأرضية هتعمل لي إيه؟ إحنا شايفين مجموعة جدر أهو، الجذور دي كلها بتبقى مليانة عقد بكتيرية هي اللي بتغذي البرسيم ده، وفي نفس الوقت هي اللي بتستنى في الأرض عشان تخصب لي للمرسول اللي جاي بعد كده. وأظن كلنا عارفين الذرة اللي بيتزرع ورا برسيم بيبقى شكله إزاي، غير اللي مزروع ورا قمح بسبب العقد البكتيرية ده. أنا لما أحط سمادي يا إخواني بيموت للعقد البكتيرية اللي جوه، وعاوز تعرف الكلام ده اكسر العقد البكتيرية اللي هنا، لو لقينه لونه احمر من جوه يبقى عقدة بكتيرية نشطة وبتجيب له نيتروجين من الجو، لو لقيتها لونها بيضة يبقى البكتيريا اللي فيها ضعيفة ما تقدرش تعمل حاجة، ده بيكتر بسبب اضافة السماد الازوت للارض. الحاجة اللي بعد كده ان الاحظ نقطة مهمة جدا، ان الفلاح ما تروحش حيوانات في الحشة الاولى عند البرسيم الصغير، لان لو بحيوان كل برسيم صغير حشه اولى، ما يقوليش انا في الحشه الثانيه بياكل، لا بقول الحشه الاولى، ده ممكن يضيله على الحيوان تماما، لان هيعمل له نفاخ، ونفاخ محبوس ممكن يموت الحيوان. فيرجى ان انا ما اسيبش حيوانات ايا كانت تروح يم البرسيم الصغير. الحاجه اللي بعد كده ان انا ما اجي احش البرسيم بقى، الغالبية العظمى بيحش على وش الأرض على طول، برسيم اهو وفي كرسي عنده اهو، الكرسي اهو، نادرا نادرا ما الاقي واحد بيحش ده، يعني بيسيب لي الكرسي ده كده وبيحش فوق منه، الغالبية العظمى بيقرط الكرسي ده. فنتخيل ان لو انا سايب الكرسي ده سليم يبقى الحشة اللي جاية كده هتيجي بعد قد ايه؟ بسرعة جامدة جدا، لأن النبات عندي موجود أهو مجهد، هيجيله مية هيطول هيبقى قد كده. يبقى أنا من الحاجات المهمة جدا إن أنا أقلل المسافة بين الحشات،
وازود عدد الحشات ان ايديا في الحش تبقى مرتفعه شويه. ولكن للاسف الشديد بنشوف نسبه من المزارعين بعد ما بيحش البرسيم بيرجع لورا ويقول لك اما ننظف البرسيم. هذا كلام مش صحيح وكلام خطا اللي بيعمله ده، لانه بيطول عمر الحشه. الحاجه الخطا اللي بعد كده انه هو بيسيب البرسيم اكتر من اللازم، ونجد ان الحتت ان البرسيم فيها تقيل او سابه اكتر من اللازم بيبقى اللون ابيض وبعدين بيوصل للاصفر في الكرسي. ده نتيجه برضو من الاخطاء الشائعه بتاعه المزارع. يبقى انا لو عندي كميه زياده من البرسيم اما ابيعها كويس، وفي الحاجات اللي قدام بعد كده ممكن اعملها دريس، وعشان انا ما اقصرش، لان البرسيم لو ابتدى لونه يصفر كده القيمه الغذائيه بتاعته بتقل وبيأثر لي على الوش اللي جاي بعد كده. الحاجه الرابعه الكميات اللي الفلاح بياكلها للحيوان كميات اكتر من اللازم، وبالتالي احنا عندنا مشكله كبيره جدا بالنسبه للبرسيم اللي احنا قلنا هو قصاد القمح، هو مش ضده، ده هو معاه. واحنا لو اهتمينا بالبرسيم شويه ممكن نوفر مساحات لزراعه القمح، لان البرسيم مهم للحيوان بالنسبه للمزارع، لان هو ده المصدر الاقتصادي بتاعه. يعني القرش اللي بيجيبه راجل ما بيقبضش الا كل، مش كل شهر، كل زرعه يعني كل 5 6 شهور. الحيوان اللي موجود عنده في البيت هو اللي بيديله الايه؟ العائد اليومي. فاذا هنا البرسيم مهم جدا بالنسبه له. لا شك ان الاعتناء بالعمليات الزراعيه وخدمه الارض والمحصول خدمه جيده يحقق الفائده القصوى بالنسبه للمزارع والتربه في ان واحد. فمزارع البرسيم يمكنه أن يوفر العليق اللازم لتغذية الحيوانات المجترة وتحقيق عائد اقتصادي جيد وزيادة خصوبة تربته بما يفيد المحصول التالي للبرسيم.